كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. سورة الدخان تمنع من أهوال القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ حاميم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حاميم الدخان في ليلة الجمعة أصبح مغفورا له.